أكد وزير الداخلية كما بالجود أن رئيس الجمهورية يتابع التطورات في تيزي وزو منذ ليلة أمس، مؤكدا أن الحصيلة بلغت 6 وفيات لحد الساعة. وأوضح وزير الداخلية في تصريحات إعلامية بعد وصوله رفقة الوفد الوزاري إلى مناطق الحرائق في تيزي وزو أنه أصدرنا تعليمات صارمة لحماية أرواح المواطنين، واتهم بالجود أيادي إجرامية تسببت في إشعال عشرات الحرائق في نفس الوقت. وتعهد وزير الداخلية بإرسال أكثر من 100 مهندس لإحصاء الخسائر المسجلة في تيزي وزو، مضيفا أن كل الخسائر المسجلة ستتكفل بها الدولة في أقرب وقت. وحذر الوزير من تعريض العائلات للخطر، داعيا إن تطلب الأمر بفتح فنادق الولاية.